اللي يدربون الناس لتغيير السلوكيات أو السلوكات على الجمع هذا وذا كله صحيح. بعض النساء تحرق نفسها عشان عيالها، حياتها كلها مسكينة مسخرة لأبنائها، أبنائها مشيختهم وهي طائر تنبوهتها، لا تعتني بنفسها ولا لبسها ولا جمالها ولا طيبها ولا إسعاد نفسها، ولا تستجم وتجلس فترة مع نفسها، ولا تلبس وتجلس في الصالة وتصلح لها شاي ولا قهوة بدون لو ما كان أحد عندها، تجلس جميلة أنيقة. تقول ما طلعوا من البيت إلا عقب طق الطباليني على ما قال فيه، أتعبوني. هذه آخر العمر اللي تعبت لأجلهم بيشغلون بحريمهم الله يصلح قلوبهم. ها خلني أكمل الله يحفظ، كنت متفائل جدا وأنا مثلك، لكن نقول لا، الحقي على نفسك، البسي أجمل ما لديك وكلي أجمل ما لديك وشمي أجمل هواء وقولي أنا ثم أنتم، أعطي الواجب عليك لكن دون إتلاف، لا تتلفين نفسك، تتلف أعصابها، ما ذاكر ما جاء راح بيجون، الحافظ الله مو بنتي والموفز الله مو بنتي، خذي حقك من الإسعاد. ليه؟ حتى تعيشين 80-90 سنة وانتي مستقرة، ترى بعضهم عمرها 30 وشكلها شكل 60، والله عمرها، حتى الطبيبة تقول له عمرك انتي 30 وشكلها مسكينة ومهدولة ولابست هالقميص له أسبوع وعلوم وأهم شيء، وتشتري لهم وتقضي لهم وحلا ومالح وتسعد، وذا عنده حفلة وذا بيلعب كورة وذا بيروح طيب وانتي أسعدي نفسك، وتنسى زوجها بعد وتنسى الزوج عاد هذا بي. سمعت يا أبو عمر هو اللي قالها ما قلته، وتنسى الزوج تقول يقول لها طيب أنا انتبهي لي، قالت عيالي وعيالك يعني أنا مهتمة بعيال الجيران، وهو مساكين قاعدين في العائلة يكش الذبان، يقول وأنا طيب يعني أنا ترى لي عيون وفي فتن وأنت ما شاء الله معطيس الله، لكن انشغال المرأة بأبنائها أكثر من الحد الصحيح خطأ، وترى اللي يعطي واجد يبتي بعدين واجد، أعط بتوازن إن الله ردهم ردهم وما ردهم الحافظ الله.